ياسين، بعثة المنتخب الجزائري وصلت إلى أبواك، كيف هي الأجواء التي لمستموها داخل البعثة الجزائرية؟ دعني أقول بعد تربص طوغو الذي وصف بالناجح. مساء الخير عبد الغفور، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن مثل ما تفضلت وقلت، بعثة المنتخب الجزائري كانت قد حلت زوال اليوم أو ظهر اليوم بمدينة أبواكي هنا وسط دولة كوديفار، قادمة من العاصمة الطوغولية. هنا أجرى المنتخب الجزائري هناك تربصا لمدة 10 أيام، كان تربصا ناجحا بشهادة المدرب الجزائري جمال برماضي، والذي وصل التربص بالمثمر والناجح، أين تخللته واجهتين وديتين، كان الفوز لمحاربي الصحراء أمام كل من طوغو وبوروندي. إذن المنتخب الجزائري في ظروف جيدة وجيدة جدا هنا في هذا الفندق الذي يحاذي ملعب السلام والمسمى بفندق الملعب، أين سيقوم هنا طيلة الدوري المجموعات، فيما كان قد أجرى حصة تدريبية في حدود الساعة 6:30 هنا بالملعب أو بملحق الملعب، أين سينطلق غدا في التحضير الجدي لأولى مواجهات المجموعة هنا أمام منتخب أنغولا يوم 15 الجاري.